الأمر الأول من هذه السنن زكاة الفطر. وزكاة الفطر يا جماعة تكون قبل يوم أو يومين من العيد، هذا وقت الجواز، تجوز يعني يجوز إخراجه قبل يوم أو يومين من العيد الوقفة أو قبل وقبلها بيوم، ده وقت الجواز. أما الوقت الأفضل، وقت الفضيلة، العلماء بيسموه وقت الفضيلة يعني الأفضل، يوم العيد ذاته، لكن قبل ما الإمام اللي بيصلي بيك العيد قبل ما يطلع لمصلى العيد، ده الوقت شنو يا جماعة؟ الأكثر أجرا، الأفضل يعني، لكن يجوز أطلعها قبل العيد بيوم أو يومين. وزكاة الفطر اختلف فيها العلماء في مسألة مما تخرج، فذهب الأحناف إلى أنها تخرج ولو من المال القروش، وذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة كلهم، جمهور العلماء والأئمة الأربعة جمهورهم إلى أنها لا تجوز مالا، ما يجوز، وإنما المشروع فيها أن تكون عينا من الحبوب أو الدقيق من قوت أهل البلد، قمح، ذرة، عيش إلى آخره، والواجب بذلك صاع، صاع من أي واحد من هذه الأشياء أو هذه الحبوب. ما عارف الصاع الآن إحنا بنعمله كم؟ الربع فيه كم؟ بيقولوا كم؟ ثلاثة؟ طيب إذا كان من دقيق القمح كيلوين وأربعين جرام، قول كيلوين ونص، خلاص ما زاد بيبقى لك صدقة. فالمسألة في خلاف في موضع القروش إنه يجوز ولا ما يجوز، لكن موضع الحبوب أو الدقيق ما فيه خلاف، كلهم قالوا شنو يا جماعة؟ جائز وهو الأفضل. أما القروش فيها شكك، بعضهم جوزها بعضهم ما جوزها، والصحيح يا جماعة والأفضل إنه الإنسان يتجنب المال، يطلع شنو يا جماعة؟ حبوب أو دقيق. بعض الناس بيتفلسف يقول لك الآن وكذا والمسكين وداير يشتري وغيره، خلاص أديه، وأنت لو عندك قصة أديه وخليه يشتري هدوم عيد يشتري غيره، لكن زكاة الفطر ده براه، خلاص. المهم فأنا برى إنه الأفضل والأولى إن الإنسان ما يطلع قروش، لأنه القروش فيها شكك. جمهور العلماء بما فيهم المالكية ذاته قالوا ما بيجوز قروش، خلاص. طيب تعطى لمن؟ للفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون قضاءها، ديل بدهم توفر له أكله بعد ذاك هو بطريقته بيتصرف. يجوز ندي كم زكاة فطر لمسكين واحد؟ ممكن ممكن ممكن، انت عندك عشرة بتعولهم طلعت لهم عشرة زكوات، ممكن تديها كلها لشنو؟ مسكين واحد. والأولى تديها للفقراء بتاعنا أهل بلدك، إذا ما في فقراء الإنسان ممكن ينقلها بلد ثاني. طيب والحكمة فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين، طعام لي المساكين، فمن أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد يعني بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، دي ما بتقول لك زكاة فطر، تطلع عن نفسك وعن من تعول، الناس اللي بيدعوا لهم اللي ما شغالين اللي ما بيقدروا تطلع عنهم، ويجوز تطلع عن الحمل الذي في البطن،
على الاستحباب، لأنه عثمان بن عفان كان يطلع عن أولاده حتى شنو الحمل الموجود في بطن أمه برضو يطلع عنه. لكن ده ممكن تفعل وممكن ما تفعل، لكن أنت ومن شنو يا جماعة ومن تعول. نعم. أيضا من السنن ومن الأمور المهمة، وزكاة الفطر واجبة على المستطيع. والمستطيع ما هو الغني، لا زي زكاة المال، لا الذي يملك النصاب. هنا المستطيع هو من ملك قوت يوم العيد وليلته، فما زاد على ذلك أخرج منه زكاة الفطر. يعني ما شرط يكون عندك مالك فيك شهر كامل، لا، إنما يكون عندك قوت يأكلك أنت وعيالك يوم العيد كله لحد ما تغيب الشمس وليلة العيد. الزيادة من ده الملكت وزيادة من ده تطلع منه شنو يا جماعة؟ زكاة الفطر. والله بيخلف لك، أنا بعض الناس واحد يكون عنده لكن خايف لو طلع تاني ما يلقى، الله بيديك. أنت قال يديك منه؟ قال بيديك الله، ودي عبادة. خلاص؟ طيب، من أيضا الأعمال المشروعة والمسنونة في هذه الأيام التكبير. والصحيح أنه التكبير يبدأ في عيد الفطر ده من مغيب شمس آخر يوم في رمضان، لأنه إكمال العدة، وربنا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني التكبير بيكون بعد إكمال العدة، وإكمال العدة من رمضان بتنتهي متين؟ مغيب شمس آخر يوم. يعني فطرت شمس غابت، دار تفطر، من هنا ممكن تكبر في عيد الفطر لحد متين؟ لحد خروج الإمام إلى مصلى العيد. أول ما خرج الإمام خلاص توقف شنو؟ التكبير. والرجال يكبروا بصوت عالي، في ناس بيخجلوا، وده دين ما تخجل منه. كل بنات ما شاد عراية في الشوارع ما قاعد يخجل، انت تخجل من السنة ومن الدين. أما النساء يكبرن شنو؟ سرا. الرجال يكبروا بصوت عالي في الشوارع، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في غيرها. وصيغ التكبير وصفته وردت بعض الصفات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، دي صفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، دي صيغة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، دي صيغة برضه. فالإنسان يكبر في هذه الأيام، لما يجي وقت التكبير يكبر، ودي سنة الإنسان يفعلها وما يستحي منها وما يتركها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرئا سمع ما قالت فوعاها، فيما كويس، فأداها كما سمعها. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينضر وجهه، وتؤجر وتثاب على ذلك. أيضا من السنن والمستحبات في هذه الأيام في يوم العيد الاغتسال ولو لم تكن على جنابة، والتطهر، وتلبس أحسن ما تجد من الثياب حسب استطاعتك، أحسن الموجود عندك البس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتطيب، والخروج إلى مصلى العيد ماشيا. وإنك تأكل في عيد الفطر تتصبح بتمرات وتقطع شنو؟ وترا، ثلاثة، خمسة، سبعة، إلى آخره. أما في عيد الأضحى النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يأكل أي شيء ولا يطعم شيء لحد ما يصلي ويجي راجع ويذبح ويطعم، أول ما يطعم من شنو؟ من الأضحية حقته. أما هنا من السنة تتصبح بشنو يا جماعة؟ بتمرات، وتكون وترا،
ومن السنة تخالف الطريق المشيت به في الرجعة، ترجع بطريق غير الطريق المشيت به. ومن السنة إنه صلاة العيد ما تكون داخل المسجد والمنبر، وإنما تكون في الميادين والساحات كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في الميادين والساحات، وما يكون في منبر، وما في صلاة قبل العيد، ما في صلاة قبل صلاة العيد، يعني ما تجي وتقوم تركع تقول دار تنفل، لا تجي تقعد بس، ده إذا كان في ساحات. أما إذا كان في مسجد اضطرارا مطر ولا طين ولا كده صلي جوا الجامع، فهنا صلي تحية المسجد. وشنو يا جماعة؟ أجلس، ما يجوز لك تاني تعمل أي تنفل قبل صلاة العيد. ومن البدع قولهم الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة يوم العيد، بدعة، ولكنها سنة في شنو؟ في صلاة الاستسقاء، إن يقول الصلاة جامعة، أما في العيد بدعة. ومن السنن المهجورة على أغلب البشر تصلي ركعتين أول ما ترجع من مصلى العيد، سواء كان في الفطرة أو في الأضحى، وانت لما تجي بيتك تصلي ركعتين، دي من السنه يا جماعه. والحديث عند ابن ماجه صحيح، صحه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع من العيد الى بيته صلى ركعتين. دي سنه يمكن اغلب الناس ما يعرفها، صحيح؟ فدي من السنن، احيوها، حديثه في سنن ابن ماجه وصحه الالباني، ركعتين بعد ما يرجع من العيد لبيته طوال، يقوم يصلي ركعتين في البيت. وصفة صلاة العيد معروفة، يكبر الإمام 7 تكبيرات بالإحرام في الركعة الأولى، و6 تكبيرات في الركعة الثانية بالانتقال، يعني من غير الإحرام 6 في الأولى، ومن غير تكبيرة الرفع كم في الركعة الثانية؟ 5 تكبيرات. يقرأ الفاتحة وشنو؟ في الركعة الأولى؟ والغاشية والفاتحة وشنو؟ والأعلى، خلاص؟ أو غيرها من الصور. أحيانا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ الإمام أي صورة اختار ما في مشكلة، لكن هذا أفضل، السنة أفضل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم، بارك الله فيكم. التكبير الجماعي، بعض العلماء زي الشيخ بن باز وغيره من علمائنا قالوا السنة إنه كل زول شنو يا جماعة يكبر برا. أما الشيخ مقبل يقول السنة كل زول يكبر براو، قال لكن لو كبروا جماعة قال ما أستطيع أقول بدعة. نعم، أيوة. قال زكاة الفطر لو زول عنده إخوانه أو أخواته فقراء ممكن يديهم؟ نعم تديهم، حتى ولو ما عندهم ما يكفيهم ممكن يديهم. إذا كان ما عندهم ما يكفيهم وهم فقراء فعلا، لأنه أحيانا زول بتديه لكن ما بكفيه، فلو كان فقير أدي ثاني ما في مشكلة، أدي زكاة الفطر. أما زكاة المال ديك أمرها براوة. الذهاب إلى المقابر يوم العيد وفعل البدع فيها، يرشوا عصير فوق القبر تاع الميت حقهم، أو يجدعوا زلابية، أنا ما أعرف عنده كافيتيريا تحت بيشرب شاي بزلابية، ده كله باطل وليس من السنة في شيء، مش ما من السنة، ما من العقل ذاته. يا ما أنا ما ممكن زول ميت أشتت له بلح أو أشتت له بليلة، هو ميت وأنت دفنته قبلي 4 سنة بيدك براك، طيب لو ما مات تدفنه ليه؟ كان تخليه في البيت، خش المطبخ واتكل ياكل براه. فهذا كله باطل ومن البدع. أسوأ من ذلك زيارة القباب والأضرحة، تلك الأوثان والمعابد التي بنيت لعبادة غير الله، ده أسوأ من ده كله كمان، لأنه ده شرك عديل، ديك بدع، لكن ده كفر عديل، شرك
يزوروها ويشيلوا التراب، يصفوا المرأة المبتلت تشرب تراب، والراجل الفقير يدردك بالقبر، والميت تعيد ده الرزق ما عنده لأنه خلاص رزقه انقطع. أنت تجي يشيل تراب ويديك رزق، ولا يدي المرأة جنة، ده كله باطل وهوس وشرك بالله سبحانه وتعالى. ناس يتبركوا يعتقدوا انه ده بينفعهم يضرهم، ده والله شرك، ده الشرك ذاته. انت قال الشرك كيف؟ في ناس بيفتكروا الشرك ده حيوان كبير عنده قرون وعيونه حمر. الشرك ده هون ده ذاته. شفت القباب والاضرحه والاستغاثه بها والنساوين والرجال اللي بيمشوا بيتدردقوا وبيدعوا صاحب القبر، ده هو الشرك ذاته ما غيره، ده هو ذاته. دار تعرف الشرك يا هون ده، دار تعرف الكفر يهودا ذات. واحد يقول لك لا ما تقول كده، وعلى كيفك بقول كده، ده شرك وده كفر، الله سماه كفر. انت ما على كيفك، ده دين، دين ربنا سبحانه وتعالى. ولا نحن بنجامل فيه زول يا ناس، زعلت ضحكت، ده دين. الشيء الحاصل في القبب والاضرحه ده الكفر ذاته، ودي عباده الاوثان. بل ما يفعله هؤلاء أغلظ شركا مما فعله أبو جهل وأبو لهب. لازم أنت تعرف المعلومة دي، لأنه يا جماعة البدي الله والبيمنع الله. أنا ممكن أدعو لي شيخ ميت أقول له أديني ولا أمنع فلان. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء. نعم، آخر سؤال يا حسين. لله وحده لا شريك له في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته عالية، لكن ما بنصرف له يا جماعة شنو؟ عبادة من العبادات، ما بنعبده. ربنا قال لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقره، صحيح؟ فلكن ما نعبد، نصرف له شيء من العبادة، فنقول العفو لله بس كده. النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إلى غيرها من أنواع الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.